السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنقف على الأشغال والمشاريع التي تم إنجازها في سنة 2023 في هذا التقرير الرائع من إنتاج ولاية قسنطينة، واللي سوف نسرد فيه بعض المشاريع التي تم إنجازها في ولاية قسنطينة في ميدان الأشغال العمومية. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا التقرير الكامل والشامل عن التنمية في الهياكل القاعدية إذن والبنى التحتية في ولاية قسنطينة. إذن خليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.